هذه 1.3 متجات دور فيها الدوبل. هذا خزان الماء منين يصب الماء، هذا خزان الهيدروليك لاسيستي يعني منين يصبوا الزيت الماء. بالنسبة للماء هنا يصبوا له دورجين، هنا اسمه ATF أو زيت الأحمر. هذا فلتر الديزل، فلتر المازوت يعني هي مازوت. من هنا مصب الزيت للمحرك، هذا مسفر. ومن هنا يشوفوا مقياس المحرك، زيت المحرك هذا صبان، وهذا المقياس. هذا من هنا ديبيمتر اللي هو حساس الهواء. هذه هناك كده الكارتة اللي هو كمبيوتر متاعها. هذا من هنا يصبوا زيت الفرامل، هذا هنا يصبوا زيت الفرامل من هنا. هذا يعني هو الموتور، هذا يركب في بيجو وستروان وفيات وأوبل، موجود في عدة أنواع من السيارات. هذه علبة الفيوز بات فيزيبل.